نتعرف بهيدا التقرير على أحد الآلات الشهيرة والأساسية في العالم العربي يلي هي آلة النفخ المعروفة بالناي. يصنع الناي من القصب البري وهو إجمالاً نوعين، القصير والطويل. للناي ست ثقوب من الأمام وثقب من الخلف يتم التحكم فيه بواسطة الإبهام. صوت الناي حنون ومميز جداً. خلونا هلأ نستمع لإلو مع بعض.